مساء الخير، معاكم احمد سامي بروكر ايجيبت. احنا النهارده هنتفرج على شقه في ميدان عدويه في المعادي. ميدان عدويه ده اللي هو ظهر المحكمه الدستوريه، ده اهم من شارع من شوارع المعادي، شارع مميز جدا، مصر حلوان الزراعي، منطقه خدميه زي ما انتم شايفين. دي المنطقه، نخش دلوقتي نتفرج على الشقه ان شاء الله تعجبكم. يا رب متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان تتابعوا كل جديد. كده مدخل عمارة، ده كده الأسانسير، الشقة في الدور التالت. دلوقتي احنا كده قدام الشقة، عندنا هنا لا شايفها عداد قديم وفيها غاز طبيعي طبعا. هنا عندنا حمام للضيوف، وهنا عندنا المطبخ، المطبخ ما شاء الله مساحته تحفة. دي كده أول غرفة، الغرف عندنا هنا مساحتها كويسة ومميزة وكلها فيو مفتوح، يعني عندنا الغرفة كلها واجهة. ده طبعا سوبر ماركت كازيوا في الوش على طول، طبعا هي في ظهري على طول كورنيش المعادي والمحكمة الدستورية. ده شارع مصر حلوان الزراعي، مصر حلوان الزراعي اللي فيه بنزينة موبيل. ده المسافة ما بيني وما بين الجار. عندنا الحمام الرئيسي ما شاء الله، يعني الأوضة حلوة وتشطيب جديد حتى نفسر الحمامات. هنا الغرفة الثانية، كده ثلاث غرف عندي. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل جديد.